ام بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. اسمع وحيد، لا تنسى تجيب عزبتي، اوكي؟ يلا سلام. دزها بس يا عيال. ابكشت مع وحيد راعي الكشتات، من يخوينا ما لقيت الا وحيد النفسيه. ام عاد وحيد نفسيه؟ نفسيه ودمه ثقيل زي وجهه. نسيت لما نكب الغدا على اساس انه مقلب. بكيفك انت وياسر، وانت يا كفته وش وضعك؟ نشبة، وش تبي؟ سمعت انك بتكشت، قلت مستحيل وحيد يروح الا وانا معه. نشبة، ما تستحي انت؟ لا، اقرب وجهك. يلا. بيت استراحة دوران، بيت استراحة دوران. سلامات يا اخي، اطلع فلوها مع العالم. عادي نطلع، بس مع وحيد؟ لا. النشبة ذا يبيك، النشبة ذا يبيك. هذا هو يدك. هلا وحيد، وينك انت برا؟ يلا جايك الخوي. هلا والله وحيد خوي الكشته. هلا عامر، وين العيال؟ ها؟ انا اللي بروح معك بس. الصدق يا وحيد العيال ما يبونك، ويقولون انك بثر ونفسيه. كذا النظام؟ اجي انا ما نبطانع معك، وخذ عزبتك، وخلك مع اخوياك الكيوت. عندي ألف قروب يتمنى يطلع معي. يلا تكي على الله. أقول دزها بس، دزها يا النفسية، يا نفسية. شخصان هالورع. وين اللي بيكشت؟ أجلناها لبكرة، أحس إن اليوم حر شوي. إلا صرفت، قلت لك قبل يا ابن الحلال تراه مريض ونفسية وراعي فصلات. أحمد ربك يا أبويا ما رحت معاه، كان قلب عليك ونزلك في نص الطريق. غبي أنت، ما تسمع النصيحة؟ مسوي الطقطق أنت وياه، إذا هو راعي الفصلات أنا أبو الفصلات. مسهم بالخير، جايبين لكم 3 كيلو حاشي لباني على كيف كيفك. من قال غدا؟ أنا توني متغدي، همبرجر من تساري، كاتشب، شطة، مايونيز. أنا أكلت في البيت قبل لجي. أنا وكفتة أكلنا قبل نص ساعة. أجل اسمع يا ولد العم، أجلها يجي أحلى كبسة حاشي في العشاء، أوكي؟ عشاء عشاء، أجل تدرون أحطه بالثلاجة، ألو عدال عشاء يا عيال. عبد الله الزميلي، عبد الله الزميلي، عبد الله الزميلي، عبد الله الزميلي. أشمري أشمري ما يبيع قهوة. تراك ازعجتنا انت، ما عندك غيرها الا عبد الله الزميلي، عبد الله الزميلي. اشمري ما يبيع قهوه، عبد الله الزميلي، عبد الله الزميلي. شمري ما يبيع قهوه، عبد الله الزميلي، عبد الله الزميلي، عبد الله الزميلي، عبد الله الزميلي.
قصرنا الوقت قصرنا الوقت وصلنا ملمومين يا اللي حسدنا يا اللي حسدنا وصابنا حوف لكبسة حاشي ما ذقتها بحياتي. اي والله تكفى يا ابو صلوح. فتيجي نثري ناهية. فوضى هي، قم يا دبشة قم. ما هو؟ وراك طبخ للحم وماكله وسحب من علينا، ما تنسى على وجهك انت. شفت الحاشي قدامي، حسبته عشاني. لا يا شيخ، الحين طابخ الحاشي لحالك عشان تفرمه يا البزر. لا تقول علي بزر. إلا بزرين ومشفوح وزين الحياة وفارد. أبى أترك لكم الاستراحة وخلي الحاشي ينفعكم. تتوقع زعل ذا الجرذي؟ يطق راسه بأقرب جدار، قايل لكم من قبل كفت هذا لازم نخرج من الاستراحة. أبى أروح أشيك على المطبخ ليصير طبخ للحمى كله بعد. حسن المطبخ الله لا يبال اسمه، حتى الحمل انا جايبه طبخه كله. يا ابن الحلال مشها انت عاد عوافي. جعل ما يحدروا. الا وين جوال حاطه بذا انا؟ وش دراني عنك؟ شو وش دراك؟ ما بول انا وانت هنا. والجوال ما حطيته العقب ما ذا في هالصتيمه. ياسر طلع الجوال ترى مالي خلقك. ارفع علومك، يعني بسرق جوالك انا؟ ما بول انا وانت هنا، وانا جوال. لا لا والله مخك اللي فصل، الحين قالب على كفته. والحين تقلب علي يا اخي. استح على وجهك. استح على وجهك انت وطلع جوال. اقول فك انت وجهك يا اخي. تستعبر انت وجهك. اي سلامات سلامات يا عيال، ايش فيكم؟ شوف شوف ولد عمك ايش يقول. تضيع جواله يقول ان سارقه. افا يا ولد العم ما توصل كذا. وخر يا اشهد. لا انتم مقلبين علي، انا بخلي لكم استراحه. اقول دزها بس. ما عليك منه، اجلس اجلس اجلس. تعوذ من الشيطان. اعوذ بالله من ابليس وهله. وحيد؟ نعم. وين الكبة؟ وانت من انت؟ انا اخوه الكبير، مو باين علي؟ الا الا باين عليك، ايش تبي؟ هو قال انه بيطلع معك في الكشتة، وينه؟ لا كشت معي ولا تشرف انك كشت معي. اجل وين وديته؟ وانا وش دراني وين وديته؟ اذنف اذنف. الله لقيك مرة متحمس، متى قالوا بيجون بنات خالتك؟ أتوقع كذا ساعة بالكثير وهم واصلين. طب ما تحسين طلعنا الكيكة بدري؟ أحسن عشان أول ما يجون نحتفل على طول. بنات جوا المجلس مرة محيوس، خلينا نروح رتبة بسرعة. يلا يلا يلا, 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 يلا. لو سمحت يا الحبيب، وش طلبك؟ تورك سيارات.
اي معليش خلاص عطني واحد كروسان ميكس واحد سبانش لاتيه. ولبقية اخواني في الاستراحة احبكم ولا اقدر على فراقكم، لذلك سوف اقيم اليوم عشاء في الاستراحة، نأمل منكم جميعا تشريفي في الحضور. وراك متأثر صراحة، كلامه واعتذار أثر فيه. عشان تعرفون أن ولد عمي رجال ويقدر رجاجيل. كفو قسم عنك. متأكدة اني قفلتي الباب وراك؟ متأكدة مليون بالمية. يا الله بنات في شيلة، بيجون بنات خالتي وش اسوي؟ خلاص يا بنت حلال قولي جبت كيكة وانزرفت. لا يا شيخة، يا الله القهر، لي ثلاث ايام طالبتها والحين ما ندري وين راحت. اسمعي انا من رأيي انك تعتذرين منهم. كيكة يا جماعة، أنا في الاستراحة عندي الكيكة اللي جابها صالح عشان اعتذر. ياوة أتحداك بكيك البطلة، وين ولد العم المعذب ما جاء؟ ما أدري، حط الكيكة وهرب ما قدر يواجهنا لأن المواجهة صعبة. يا عيال خلونا نحلي قبل ما يجي. ما بقول أنت تستهبل، استحيل وجهك، راعي العزيمة ما جاء، أكيد ولد عمي راح يجيب لنا هرفي، أعرفه راعي مواجيب. كفو أخر يا أبوي، قروشنا أعرف ولد عمي مدري إيه، لا أكلنا لا هرفي ولا أكلنا كيك. مقابل العيش ولا مقابل الجيش؟ على أساس أنه بيقنعنا الحين عشان يعبي بطنه. يا شيخ أقابل العيش والجيش ولا أشوف وجهه. أقول أهدوا أهدوا بس يا عيال، ما لها داعي يا أخي، الرجال ما قصر، جاب كيكة والآن بيجيب المفطح وتضبط أحلى جلسة يا عيال. يا سلام. اسمع شكوش، أول ما يجي ولد عمه يبغالنا صكة بلوت يحبها قلبك. دن بس اسمع، حركات الرص دي ما نبيها، نلعب فيهم لعب يحبها قلبك. يلا هنا تأكل خشب. أيوة كل يوم نلعب بلوت بلوت بلوت. يلا نلعب بلايستيشن. بلايستيشن قبل ما تصكك 12-0. وامصكك ثلاثة. ثلاثة؟ اي ثلاثة. وش الكيكه ها؟ اهدى يا اخي لا تصير مشفوح، اركض. اذا على اساس بحط الكيكه وبنحاش وعلى اساس اني اعتذرت، لا يا حبيبي ترى ما تمشي عندي، ابيه يجي زي الرجاجيل يعتذر لي انا والكفته. وسحبت عليهم على استراحتهم. يا أخي أنا ما أدري وش اللي مخليك صابرًا على الشباب في الاستراحة إلى هالحين. شكوش كفتة والله من زين الأسامي. أقول
لا يكون لك شيء في الاستراحة ولا أخذت إلى الحين. إلا أبوها التلفزيون اللي باستراحة لي شريف 3500 ريال. 3500 ريال؟ لا 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 لا، هذا غباء. أنا أعتبره بصراحة، أنا لوني منك الآن أدز الاستراحة وأخذه. تعطيه طبعا أي أحد، أي أحد ممكن أنا تعطيني إياه، بس ما تخليه في الاستراحة. ها تدري جاك تروك قول استراحة. كفو والله، دز يا خوي. يلا حيهم، يلا حيهم، عمرك الساعات. تفضلوا تفضلوا، تموا على شاكم، تموا على شاكم، يلا حيهم. استراحة خمسة. الله الله، هذا طلبكم. باسم من؟ هذا الطلب باسم صالح. صالح؟ تسرق جوالي وتطلب 10 ب 700 ريال يا السلوقي؟ عامر سكت ولد عمك، ولد بغته في ذا خليته يعض الأرض. يا عيال لحست مخي، مو بنت عازمنا كرامة واعتذار الكفتة وياسر؟ أنا أعتذر لهم؟ يخسون مليون مرة. أقول لك حط رمز القفل الجوال وأنت تعاند، الحين لقمت وقمت تتم العالم. خلاص يا أخي، مر الشركة وغير الشريحة والجوال يعوضك الله. أنا مسامحك بس خلينا ناكل الكيكة. الكيكة والله ما ذوقها لا أنت ولا هو، وجوالي أبروح أفصل شريحته وخليه ينفعك الجهاز يا ياسر. السموحة يا عيال، وين رايح أنت؟ فشلنا هالهطف. فشل نفسه ذا البزر ولا أنت أطلق من وجهه. يا عيال، من أخذ أغراض العزبة؟ أنا ما دخلني. إيه ما حد جاء من يوم ما حطيته، أهدى. كابتن لا يكون جاتك حالة ولد عمك، شكل الموضوع وراثة، تلصقها في أقرب واحد. أقول أهدى أهدى من كذا. فشلتوني عند بنات خالتي، خليتوني أعتذر لهم. الحين أنتوا وراثة زعقين، بعدين وش دخل أمنا حطت السالفة فينا؟ إيه كله منكم لأنكم حقودات وتبون تفشلوني قدامهم، عشان كذا خبيتوا ذا الكيكة، لكن ذا الحركات مو علي، وأنا ما عاد لي قاعدة في الاستراحة. شخصي إيش فيك؟ وش في هذي قلبت علينا؟ وين التلفزيون اللي قلت لي؟ دوك الكيك هرجع أجيبه. صالح؟ وش عندك؟ أنت يا حقير اللي دخلت استراحتنا وسرقت الكيكة؟ تعاقبين أنا أسرق كيكة؟ وتجحد بعد؟ أنت ما تستحي؟ والله ما أخليك. أكيد اللي سارقه ياسر مثل ما سرق جوالي. ياسر؟ يا ابويا ده مو صوت صالح؟ شكله تضرب مع البنات. يا صالح هد هد يا اخي، اذا المشكله من الكيكه يا بالحلال اعطوني اياها ونقفل الموضوع. سلامات نقفل الموضوع، بيننا حرامي لازم يطلع بالطيب ولا بالغصب. هلا عامر. هلا، وش تبي انت؟ كشتب احنا بكشتين، حتى عزبتي ابشرك انزرفت. يا ابن الحلال كل الاغراض اللي في العزبه لقيتها منطوله عند باب بيتي. تستهبل انت؟ شلون؟ انا العزبه شايلها ثقيله. هذه سيارتي. كفى سوء ظن. ايه الحين عرفت من اللي مسوي الفيلم هذا كله.